بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع. أهلا بكم في هذه الحلقة والتي نقدمها لكم من المتحف الوطني بمسقط. نبدأ الحلقة بالمحطة الرئيسية وفيها تتابعون: تلبية لدعوة كريمة من جلالة السلطان المعظم سمو شيخ أمير دولة الكويت يقوم بزيارة للسلطنة استغرقت 3 أيام، وجلالة عاهل البلاد المفدى وأخوه سمو أمير دولة الكويت يستعرضان العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات. وسمو الشيخ أمير دولة الكويت يشيد بمباحثاته مع جلالة السلطان المعظم ويعرب عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها وفده المرافق خلال فترة زيارته للسلطنة. كما تتابعون، سمو أمير دولة الكويت يستقبل في مقر إقامته بضيافة قصر العلم العامر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى السلطنة. وفي الحلقة مشاهدينا محطات وموضوعات أخرى متنوعة، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. إننا نعيش في عالم يشهد تطورات متلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحدث آثاراً متباينة وردود فعل متعارضة. ولما كان تداخل المصالح والسياسات سمة مميزة لهذا العالم، فإنه لا يمكننا
أن نكون بمعزل عما يدور حولنا. وقد عرفت السلطنة دائما بانتهاجها سياسة واضحة المعالم تقوم على أساس التعاون مع الجميع وفق مبادئ ثابتة تتمثل في الاحترام المتبادل وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف في معالجة الأمور وصولا إلى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار مما يكفل للشعوب مواصلة مسيرتها التنموية وإنجاز أهدافها في التقدم والرخاء في مناخ يتسم بالأمن ويخلو من الاضطرابات ويشجع على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وفقا للأولويات التي تقررها المصلحة العامة. للعمانيين في محفل الأيام يوم لم يزل بجماله يرقى ولا ينسى وبذكراه يتفاخر الناس لكي يبقى. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الذي قام بزيارة الدولة للسلطنة استغرقت 3 أيام. وقد أجريت لسمو أمير دولة الكويت مراسم استقبال رسمية فلدى وصول الموكب المقل لسموه إلى مبنى الاستقبال عند بوابة مسقط كان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
المعظم أعزه الله على رأس المستقبلين والمرحبين بسمو الأمير، كما كان في الاستقبال بمعية جلالته كل من معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل. عقب ذلك استقل جلالة عاهل البلاد المفدى وضيفه سمو أمير دولة الكويت الموكب الذي أقلهما إلى قصر العلم العامر مرورا بين صفين من فرق الموسيقى العسكرية، ثم حفت به كوكبة من الفرسان ومن خلفه مجموعة من الهجانة حتى بوابة قصر العلم العامر. ولدى وصول الموكب المقل للقائدين إلى ساحة ضيافة قصر العلم العامر، اصطحب جلالة السلطان المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ الأمير إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني الكويتي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسمو الضيف. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت، كما صافح سموه مستقبليه من الجانب العماني
حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وأعضاء بعثة الشرف المرافقة لسمو الضيف. بعدها توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى المجلس لتناول القهوة وتبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة ودولة الكويت والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والكويتي الشقيقين. حضر اللقاء من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو الأمير ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل وسعادة السفير حامد بن سعيد آل إبراهيم سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت. كما حضر اللقاء من الجانب الكويتي الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة. هذا وأقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بضيافة قصر العلم العامر حفل عشاء رسمي على شرف أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة سموه للسلطنة.
وقبيل حفل العشاء منح جلالة السلطان المعظم أيده الله أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام آل سعيد الذي يعد أحد أرفع الأوسمة العمانية، كما قدم جلالته لسمو الضيف هدية تذكارية عبارة عن سيف عماني. وقدم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لجلالة السلطان المعظم هدية تذكارية عبارة عن نسخة تاريخية من كتاب تحفة الأعيان بمسيرة أهل عمان. حضر حفل العشاء أصحاب السمو ورئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى السلطنة وعدد من أصحاب السعادة السفراء بوزارة الخارجية وعدد من شيوخ وأعيان محافظة مسقط وعدد من كبار الضباط العسكريين. هذا وأجريت لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مراسم استقبال شعبي كبير، وذلك قبيل وصول الموكب المقل لسموه إلى مبنى الاستقبال عند بوابة مسقط، حيث شارك في الاستقبال مجموعات من فرق الفنون العمانية اصطفت على جانبي الطريق مرددة العبارات الترحيبية بمقدم ضيف البلاد. وشارك في الاستقبال الشعبي ما يزيد على 3000 مواطن ومواطنة قدموا عددا من الفنون العمانية محيين ومرحبين من خلالها بصاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت الذي يحل ضيفا عزيزا على أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والشعب العماني.
وبعد زيارة دولة للسلطنة استغرقت 3 أيام، ودع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بعد حفل العشاء الخاص الذي أقامه جلالته تكريما لسموه ببيت البركة، متمنيا جلالته له عودا حميدا إلى بلاده بإذن الله تعالى، ولدولة الكويت الشقيقة كل التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي وكرم الضيافة التي أحيط بها والوفد المرافق خلال فترة زيارته، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العماني طراد التقدم والرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وأشاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالمحادثات الرسمية مع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تم تبادله من آراء عكست عمق العلاقات الثنائية التي يحرص البلدان على الارتقاء بها، وما تم توصل خلاله من نتائج سينعكس مردودها بالنفع على الشعبين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمقر إقامته بقصر العلم العامر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، في إطار زيارة سمو الأمير للسلطنة على رأس وفد رفيع المستوى. وقد عبر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة في ضيافة أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، مبديا شكره وتقديره لجلالته والحكومة والشعب العماني على حفاوة الاستقبال. من جانبه أشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط السلطنة ودولة الكويت ولما تكنه القيادة في كلا البلدين من ود وتقدير، معربا سموه عن الغبطة والانشراح التي عكست ترحيب الشعب العماني بهذه الزيارة التي سوف يكون لها المردود الإيجابي على صعيد التعاون الشامل بين السلطنة ودولة الكويت، وهو ما تجسد في اللقاء الذي جمع سموه وأخاه جلالة السلطان، حيث تم استعراض شامل لحاضر ومستقبل العلاقات القائمة ووسائل دعمها ولدور كل من البلدين فيما يشهده عالم اليوم من تطورات ومستجدات وما يتطلبه ذلك من تنسيق مستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، كما حضره معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السفير حامد بن سعيد آل إبراهيم سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت. وحضر اللقاء أيضا الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. كما استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقر إقامته بضيافة قصر العلم العامر سعادة عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وسعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة، وسعادة محمد صالح الشيخ سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة. وقد رحب سموه بأصحاب السعادة سفراء دول المجلس، وجرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه أن يخدم المسيرة المباركة ويعمق روابط التعاون الأخوي بين الشعوب ودول المجلس ويحقق الخير والازدهار. Thank you.
وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى السلطنة تتويجاً للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتحرص السلطنة والكويت على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات وتنسيق مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. للسلطنة ودولة الكويت الشقيقة رؤية مشتركة ومواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية أساسها تغليب الحلول السلمية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية واحترام المصالح المتبادلة ومبادئ حسن الجوار. وهناك أيضاً علاقات أخوية راسخة وتعاون ثنائي مثمر بين البلدين في العديد من المجالات التنموية يرتكز على مقومات تاريخية واجتماعية وجغرافية. من هذه المنطلقات تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ليحل ضيفاً عزيزاً على السلطنة مستقبلاً بحفاوة بالغة من لدن أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. العلاقات اللي تربط الزعيمين الكبيرين الحقيقة حضرة صاحب السمو وصاحب الجلالة علاقات قوية جداً، علاقات حميمة، علاقات فيها ود وأخوة وصداقة، لذلك دائما التواصل بينهم مستمر. لذلك ايضا يحرصون على ان يجمعوا الشمل، يجمعوا يعني يحلوا المشاكل فيما بين في دول المنطقه او حتى مع الدول العربيه لما لهم من حنكه ودرايه ويعني خبره طويله في هذا المجال وفي هذه المنطقه. القمه العمانيه الكويتيه تعزز بالتأكيد مجالات التعاون التي تشهد نمواً على مختلف الأصعدة، آخرها مذكرة التفاهم بين البلدين حول مشروع المصفى ومجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبالغ تكلفته أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. هذه القمة تنعقد في ظل متغيرات وتحديات بالغة تتعرض لها المنطقة والعالم، منها ما يتعلق بالعلاقات الخليجية الإيرانية والأزمات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وقضايا النفط والتنمية والإرهاب، حيث تقوم السلطنة والكويت بجهود مشهودة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات، وهو ما ينعكس على رخاء وأمن المنطقة لتجنيبها التوترات وإبعادها عن المخاطر المحيطة بها وتوجيهها إلى مستقبل مشرق. يا من صنعت العزة والكرامة والحرية فينا، ما عزنا إلا من فيض محبتكم لعمان، وما كرامتنا إلا من بذل عطاياكم للإنسان. افتخر عماني بصلك، افتخر شاد بأخلاقك نبينا، سطر الأجداد عهدك، افتخر يا معن مجدك جينا. افتخر عماني بصلك، افتخر شاد
بعد بأخلاقك نبينا سطر الأجداد عهد يا مع المجدك قرينا كلنا يا عمان جنبك انت بسامينا نفتدي كلنا يا عمان جندك انت بس سامرينا نفتدي كل شبر برضك ونرفع الرايا بيدينا يا وطن كلنا نحبك يا استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، حيث أعرب سمو الأمير عن أطيب التحيات والتمنيات لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق. تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات الطيبة التي تربط دوله في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأشاد سمو الأمير بالسياسات الحكيمة للسلطنة وما حققته من تقدم ملموس على مختلف الأصعدة، معربا أن هذه الزيارة سوف تتيح له الالتقاء مع عدد من المسؤولين عن القطاعات التي حققت فيها السلطنة المزيد من التنمية. حضر المقابلة مع علي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. كست المحبة على أرض النماء خضارها لسهولها وجبالها وسفينها، إذ رددت قابوس تاج للمحبة عالي. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. هذه أنا مع زوجي، وهذا كان أول منزل لنا. هذه بنتي عبير، تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف. هذا ولدي سيف، فحفل زفاف العام الماضي. هذه صورة زوجي أحمد مع سيارته الجديدة. وبسبب توفيرنا الشهري فزنا في سحوبات جوائز بنك مسقط. بنك مسقط دائما معنا لننجز أكثر في جميع مراحل حياتنا. Thank you.
يزرع للأكوان فجرا. بارك الله لنا قبوس عمران، عمران يزرع للأكوان فجرا، فله منا الثنى سرا وجهرا، دمت يا قبوسنا فخرا وذخرا. طيب الله لك اليوم رفيقا، طيب الله لك اليوم رفيقا، بارك الله لنا قابوس عمرا. ونواصل تقديم الفعاليات والمناشط التي شهدتها السلطنة هذا الأسبوع، وفي المحطة التالية تتابعون انطلاق فعاليات الدورة 22 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ولجنة تسيير القطاع اللوجستي تبحث مبادرات اقتصادية لتعزيز القطاع والاستفادة من مشروع القطار في نقل البضائع من وإلى موانئ السلطنة. ومعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية يؤكد أن أسعار الأسماك في أسواق السلطنة في استقرار. كما تتابعون أيضا مشاهدينا الكرام، وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقية لتوفير نظام درب السلامة تسهيلا لمتابعة أولياء أمور الطلبة لأبنائهم وبناتهم في الحافلات المدرسية. وهنالك موضوعات مختلفة ومتنوعة، ونرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. انطلقت يوم الأربعاء الماضي فعاليات الدورة 22 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 4 مارس المقبل 750 دار نشر من 37 دولة، وبلغ إجمالي العناوين المدرجة بالموقع الإلكتروني 450 ألف عنوان متاحة عبر محرك البحث، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفنية طيلة أيام المعرض. رعى حفل الافتتاح مع الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. وافقت اللجنة التسييرية للقطاع اللوجستي خلال اجتماعها هذا الأسبوع على إضافة مبادرة جديدة ضمن 15 مبادرة للقطاع اللوجستي تتعلق بسوق العمل لتأسيس الجمعيات المهنية، كما تم التطرق إلى موضوع التحديات المتعلقة بمشروع القطار وكيفية استثمار المشاريع الاستراتيجية الجديدة للدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ ليكون أحد المشاريع المساهمة في نقل البضائع من وإلى موانئ السلطنة. ترأس الاجتماع مع الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. ترأس معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وفد السلطنة المشارك في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 والتي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وقدم معرض آيدكس في نسخته لهذا العام معدات وأجهزة عسكرية من أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية في مجال العمليات الدفاعية والأمنية والمدنية. وقد ضم وفد السلطنة المشارك في المعرض اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية وعددا من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة. أسند مجلس المناقصات خلال اجتماعه الثاني لهذا العام مشاريع وأعمالا إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية وقدرها أكثر من 5 ملايين ريال عماني. تضمنت المشاريع التي وافق المجلس على إسنادها توفير خدمات الولادة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، وتوفير المصادر والمنشورات الطبية لمشروع المكتبة الطبية الإلكترونية،
وتوفير خدمات الصيانة الدورية وخدمات التموين والتغذية للمؤسسات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والأعمال الإضافية لتوريد رخص برامج مايكروسوفت لمدارس وزارة التربية والتعليم وأعمال إضافية أخرى. أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن أسعار الأسماك في أسواق السلطنة في استقرار، مشيراً إلى أن كميات الإنتاج زادت إلى أكثر من 60% خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى زيادة التصدير خارجياً. أسعار السمك أصبحت شبه مستقرة، علماً بأنه أسعار 2016 كانت أقل من 2015، وبالتالي نتحدث عن استقرار في الكميات المعروضة في السوق المحلية والكميات والأسعار أسعار هذه الأسماك، علما بأنه كميات الإنتاج زادت أكثر من 60% خلال السنوات الخمسة الماضية. صدرنا كميات إضافية إلى خارج السلطنة، وبالحمد لله القطاع يمشي بخطى يعني مستمرة عالية، بلغت أكثر من 13% خلال السنوات الستة الماضي، وهي نسبة عالية جدا على بالمستوى الدولي والحمد لله. استعرض المنتدى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي والاستثمار الاجتماعي وقف تحفيز النمو والتوظيف من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي في عصر الاضطراب الرقمي والمالي والابتكار والتحديات والفرص للاستفادة من إمكانيات الوقف. وناقش المنتدى الذي استضاف خبراء ومتحدثين دوليين ومحليين أفضل الممارسات الاستثمارية الإسلامية التي تساهم في الازدهار الاقتصادي ليكون بمثابة منصة لنشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات ليتم تطبيقها في تنمية الأعمال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والاستعداد لمرحلة جديدة في ظل التغيرات في النظام المالي في العالم بمشاركة مؤسسات دولية وأقليمية متخصصة. رعى افتتاح المنتدى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. وقعت وزارة التربية والتعليم مع الشركة العمانية للاتصالات اتفاقية لتوفير نظام درب السلامة، وذلك تسهيلا لمتابعة أولياء أمور الطلبة والطالبات لأبنائهم وبناتهم في الحافلات المدرسية. وقعت الاتفاقية مع الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، ومن جانب الشركة طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عمان تل. عقدت اللجنة الرئيسية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية للعام الحالي اجتماعها الأول، حيث ناقشت إضافة مجالات حرفية مطورة وتحفيز وزيادة أعداد المشاركين في المسابقة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المجالات المطورة للمسابقة والمبادرات المعززة لتحفيز الحرفيين للمشاركة في مناقشات المسابقة، بالإضافة إلى فتح فرص في محاور تنافسية جديدة. وتهدف المسابقة في دورتها الخامسة للرقي بالصناعات الحرفية وزيادة الوعي المجتمعي بالحرف المطورة باعتبارها قطاعات متعددة الفرص للباحثين عن عمل من أصحاب المهارات الإبداعية والتطويرية. ترأس الاجتماع معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية. بحث مجلس الأمناء للمجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال اجتماعه الأول لهذا العام بحث عدة موضوعات، من بينها تدريب وتأهيل الأطباء العمانيين في تخصصات أمراض القلب للأطفال والكبار وبرنامج العناية للحالات الحرجة للأطفال. كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات لاعتماد عدد من البرامج دوليا من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، شملت برنامج الأنف والأذن والحنجرة وبرنامج أمراض النساء والولادة وبرنامج علم الأحياء الدقيقة. ترأس الاجتماع مع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. احتفلت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بافتتاح المعرض المتحفي الدائم بقلعة مومباسا الأثرية بجمهورية كينيا، والذي يضم عدداً من الأركان والأجنحة المخصصة للحضارة العمانية وأثر التواجد العماني في شرق أفريقيا.
المعرض يأتي ثمرة للتعاون بين الهيئة وسفارة السلطنة في كينيا ووزارة الرياضة والثقافة والفنون الكينية، ويسعى المعرض إلى إبراز المآثر العمانية بكينيا والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وترسيخ القيم العمانية النبيلة بما يعكس تاريخ السلطنة وتراثها وثقافتها. وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية مع جامعة السلطان قابوس لإنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية. الاتفاقية تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، وتهدف إلى تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، كما يهدف المشروع إلى تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. وسيعمل الكرسي على تقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة، حيث يشمل للقطاعات الاستراتيجية المذكورة في الخطة التنموية الخمسية، كما سيقدم حلولاً عملية لهذه القضايا، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية في السلطنة ودولياً. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من المتحف الوطني. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل ومعد الحلقة عادل الحمداني، وتقبلوا تحيات مخرج الحلقة هلال المالكي. في أمان الله، إلى اللقاء. لدول الحضارة والكون مجدا.
نسألك.